مبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر طرحتها هذه المرة القيادة الوطنية للأفافاس، مبادرة ترتكز على الحوار من خلال ندوة سيدة تحضر لمرحلة انتقالية. ندوة سيدة بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين المستقلين. الاتفاقية الوطنية لمتابعة ومراقبة الانتقال هي الهيئة السيدة. خلال هذه المرحلة الانتقالية سيتم تحديد تركيباتها من طرف المشاركين في الندوة. الندوة تنبثق عنها مؤسسات انتقالية من بينها هيئة بديلة للمؤسسة الرئاسية تقوم بتمثيل الدولة وتوجيه عمل الحكومة الانتقالية. تكلف الهيئة البديلة في تمثيل الدولة والتشريع بالأوامر في شؤون المصلحة الوطنية توجيه مراقبة عمل الحكومة الانتقالية، وهذا بموافقة الاتفاقية الوطنية لمتابعة ومراقبة الانتقال. سيكون للمؤسسات الانتقالية دورا مهم في تهيئة كل الظروف اللازمة لتنظيم استفتائيين اثنين، يتعلق الأول بانتخاب مجلس تأسيسي وطني والثاني بالانتخابات الرئاسية. مبادرة الأفافاس الرامية لتأسيس جمهورية ثانية تضاف إلى جملة المبادرات المطروحة في الساحة السياسية، غير أن الرهان يتعلق بالآليات الكفيلة بتجسيدها وتحقيق إجماع وطني يخرج البلاد من الوضع الراهن.